ميكروبات، فيروسات، بكتيريا، كلمات سمعناها كلياتنا، بس ايش يعني؟ هل هي ضارة ام نافعة؟ خليني اخبركم اكثر. تم مشاهدة الميكروبات للمرة الاولى من 350 سنة على يد المخترع أنتوني فان، وهو اللي صنع المكبرات اللي بتكبر أكثر من 200 مرة حتى يشوف من خلالها أنواع الأقمشة وجودتها. وهذا الاكتشاف يعتبر أكبر اكتشاف للإنسان الحديث. وحابة أحكي لكم كمان إنه ما في مكان خالي من البكتيريا والفيروسات. البكتيريا موجودة بكل سطح، موجودة في الهواء وموجودة بالماء. وجدوا العلماء أيضاً إنه أنواع من البكتيريا هي ضرورية لاستمرار الحياة على الأرض للكائنات الحية. وكمان في أنواع للبكتيريا بتدخل في صناعة الأطعمة والأدوية. وكمان في أقل من 10% بس من البكتيريا هي اللي مسببة للأمراض. إذا نظرنا بشكل أدق من خلال المجهر الإلكتروني رح نشوف كائنات كتير صغيرة، وهذه الكائنات بتسمى بالفيروسات. كلمة الفيروسات مشتقة من كلمة سم وهي باللاتينية. والمثير للجدل إنه الفيروسات هي تعتبر كائنات غير حية بسبب عدم وجود جهاز حيوي. بس إيش يعني جهاز حيوي؟ الجهاز الحيوي هو اللي بيساعد على تغذية الفيروس، إذ أن الفيروس بتضاعف باستخدام الخلايا اللي بيصيبها، وبقوم الفيروس بتسخير الأجهزة الحية للخلايا المصابة لتصنع عنا فيروسات جديدة. يا أطفال، لازم تفتحوا عيونكم كتير منيح عشان تشوفوا كل الميكروبات والفيروسات اللي حوالينا، وتحاولوا ما تخليها تدخل جسمكم. خطأ يا زهرة، ما بنقدر نشوف الميكروبات إلا بالمتجر. قد تبدو كل الميكروبات بعيننا المجردة واحدة، نفس الشكل ونفس التركيب، بس تحت المجهر بيبين الفرق كتير كبير من ناحية الحجم ومن ناحية الشكل ومن ناحية التركيب. وإذا افترضنا إنه الفرق بين الفيروس والبكتيريا هو نفس الفرق بين طولي أنا وطول عمارة مكونة من 10 طوابق وأكثر، لهيك العلماء كتير تأخروا باكتشاف الفيروس. وإذا أمعنا النظر أكثر لنتتبع كيف بتتكاثر عنا الفيروسات والبكتيريا، رح نشوف إنه الفيروسات بتتكاثر بطريقة تطفولية. بس إيش يعني طريقة تطفولية؟ إنه الفيروس بحاجة لكائنات حية عشان ينتج فيروسات جديدة، وبقوم بحركة ذكية، وهو السيطرة على دماغ الخلية باستخدام الدي ان اي والار ان اي لانتاج فيروسات جديده. بالنسبه لتكاثر البكتيريا فممكن نوصفها بالعمليه المتكامله، لانها بتقدر تتكاثر بمفردها بدون مساعده كائنات حيه. البكتيريا لما تشوف انه الغذاء الكافي متوافر تعمل عمليه تسمى فيها الانشطار الثنائي، يعني تنقسم الخلية إلى قسمين متشابهين بالشكل والتركيب. بشوفكم بحلقات جديدة وحلقات متنوعة. رح نسمع هلأ سؤال من صديقتنا رفيف لتجاوب عليه. هل علاج الفيروسات هو نفسه علاج البكتيريا؟ بأكثر من 350 معلومة بياخدنا هذا الكتاب لنتعرف أكثر عن الفيروسات والبكتيريا اللي ممكن تعيش جوا أجسامنا وكمان حوالينا، وغيرها كتير من المعلومات المفيدة والمهمة بطريقة بسيطة ومختصرة. تذكروا دائماً تلاقوا إجابات لأسئلتكم داخل الكتب، علشان هيك خلوا المكتبة وجهتكم الأولى دائماً.